به حافظتي غنيه من الغني اللي كان يغني فيه. والله بيه هذي انا شو قولو كلمه شبي الشير انت الحقيقه قبالك الناس ما يحميها تعرف غنيتك الكل غنيتك الكل نسمعهم نسمعهمش كاني ما سمعت حتى شيء ما ياثروش فيا حاجه كبيره وما نسكرش راديو وابخي تو اذواق معناتها مع افيك تو مي ريسبي للي فان نتاعك وقتاش عملت انا سويتش اوف تاش معناتها سويتش اوف معناتها ما تسكرت على شبي الشير نهار اللي انت قلت صوت المراه عوره قلت ربي يهدي به انا نهار قاعده هكا نتفرج فيك تغني انت ومايا في ديو مع سامي الفهري قلت هذا سكيزوفرين نسيت لاباس ما صوت المراه عوره معناتها انا قاعده بحذاك عوره ولا شنو تقصد معني؟ تي ماما انت لا بالحق شو سيريوز شو سيريوز اي شو سيريوز معناتها تقصد شو سيريوز اي شو سيريوز وي اي ماما ودك جي ان انت سكيزوفرين انا شو سيريوز انت سكيزوفرين معناتها انا زوفري سكيزوفرين لا صفا صفا لا سكيزوفرين وانت تخسر لا لحظه لحظه سكيزوفرين مش معناتها زوفري معناتها مش معناتها سكيزوفرين سكيزوفرين معناتها مو انفصام في الشخصيه انا ما عنديش انفصام في الشخصيه انا عبرت على الكلام اللي قالته زينه مراه حكيت موضوع انا حكيت في اللي حكيته هي باقي هذا يغنيه ويشطحوا والامور تخصهم كل واحد مسؤول على روحه قدمت انا غنيت على شكون سامحوني كي قلت صوت المراه عوره صوت المراه عوره انا حكيت انا حكيت في امور معناتها باش تغني ولا ما تغنيش هذيك امور تخصها الموضوع اللي حكيت فيه زينه خي شيخ الهنتاتي انا باش نفتي لك ولا عاد منفذ ولا اسمه انا نفتي كان على نفسي نفتي كان على روحي سهلوني في سؤال جيت في بلاتو نلقى خويا اربعه من الناس متكتلين مع بعضهم كان السيسي علي المناشد خاتي موضوع باقيين الاربعه متكتلين حبوا يعملوا فازة كما عملوها قبل الفلان ولا الفلتان وفات الحكايه ولا بلعب يا بشير والجمهور معاه انا سكرت بجمهوري دقيقه استا نقطه نظام نقطه نظام قدم المرأة قل لها سامحني قلت عليك أنا مرأة صوتك عورة اللي تسمع فيك تو كل مرأة قلها أنا مرأة أي مرأة في الدنيا قلها هل تعتبر هل تعتبر بالله سامحني بشير نعتذر على شنو أخي قلت صوت المرأة عورة ما يجيش عيب شنو ما يجيش عيب ما يجيش تقول صوت المرأة عورة ما تسامحني صاحبي بشير بالله شخص يرحم والديك شنو عيب ومش عيب قول يا أخوي نحن على غرب نحن تربينا في حوم ولا في ريف ولا في موضوع حتى المرأة ما تعيطش بالقوي هذا اللي نحكي عليه أنا هذاك أنتم تربيتوا تعيطوا وتعملوا في فازات هذيك حاجة تخصك عزيزتي شكون أنتم لا شو اذا لا لحظه اذا كان انا نحكي مع واحد مع انسان موجود لهنا وينقز عليه بشر اخر انا ما نقبلهاش شكون ينقز عليه؟ ما فهمتكش نقلبوا الموضوع باه انا جوست لحظه سؤالك شنو كان انت امي قلت له انت قلت صوت المراه عوره ومن بعد غادي تمشي ديون تفهم انت في الدين تفهم في الدين المرأة تنجم تذن المرأة تنجم تصلي الدين في قلبي لا المرأة تنجم تصلي علاش ما تصلي علاش ما تعليش صوت علاش المرأة تصلي جهرا علاش حسب انا نجم نفسرك نجم نفسر سرا معناتها انا شو ما نصليش وما مانيش ما قاري برشا دين وحكايات انا نحكي لك على اللي تربينا فيه وعلى اللي نعرفه وعلى اللي خلقت اللي فهمت اللي فهمته من امينه هي حابه تقول لك معناتها انت قلت صوت المراه عوره وانت عامل ديو مع مايا انا ما مدخلنيش هي مراه مشني انا مراه خي انت قلت صوت هي فن لا شو هذا اللي فهمته من امينه شو هي زينه وقتها في الفازه اللي عداوها عداو انا راني نحب نبطل ونخدم في بلايص فيها برشا شراب وبرشا عباد وبرشا حكايات ونحب ينوب عليا ربي ونبطل صوت المراه عوره عاودك حاجه جو انا طول سهلوني يا بشير صوت المراه عوره عاودك السؤال وعاودني من دير لحظه بشير خليك معي عاودك السؤال اللي كنت وحدك هكا هل تعتبر مره اخرى صوت المراه عوره مره ثانيه معناتها المرأة ما عندهاش حق تغني اه المرأة ما عندهاش حق تغني في الدين ما عندهاش الحق لا باش تصلي بالقوة ما علاش عامل معاها ديو انت شو مدخلني انا خي ربي باش نحاسبها ولا باش ننزل للجنة ولا للنار هذا السؤال تاع أمينة ابارامون كان سؤالات يحبوا يعملوا بهم الباز هذا انا باز سؤالات يبدو محذرينهم يحبوا كل مرة يجيبوا ام في تي فنان يشدوا يعملوا له كموسة ولا يشدوا يشلكوا انا نحكي اي صوت المرأة بالنسبة لي انا عورة بالنسبة لي كنتي مش عورة حاجة تخصك باه انت اللي يخصك شنو انا نحكي على روحي انا امور تخصني سواء كنت جاهل ولا بهيم ولا ما نعرفش ولا امور تخصني انا نحكي صوت المرأة اللي تربيت عليه واللي عرفته واللي علمه واللي الكبار اللي المرأة صوتها عاور اكثر من هذيا لا ومازلت راني نغني مع نساء اخري وهذه امور تخصني انا سكيزوفرين انت سكيزوفرين بالراس سكيزوفرين انت خي انا مراه
وتغني مع نسيه. تغني مع نسيه اللي خلقها ربي الكل. اي واحده صوتها مش عاجبني راه مش جيبها تغني معاك. حاجه قول انا شيزوفرين. اوكي تعرف لي قداش نحبك ونعزك. انت اذا تحكي باش تفتي في الدين اليوم ما نفتيش ما نعرفش. انت عطيت حكم قلت صوت المراه عوره. خويا انا في بلاصتك نحكي على روحي ما نقبلش نغني مع امراه. اذا انا تبنيت الفرضيه هذه اذا انا باش نقول صوت المراه مش عوره ما نساش نقبل. اما انت تو تناقض في نفسك صديقي. معناها ما عندكش قصه. لا انا مانيش ناقض في نفسي. ما تحكيش ما تحكيش بجماعه الريف خاطر انا بدي مراه ريفيه والريف خرج المغنيين اللي صوتهم حلوه وما يفتيوش جماعه الريف وخرج برشا المراه الف راجل في الريف. انا عندي سؤال وخلينا نساله ليك انت. علاش المراه علاش تصلي سر؟ كي نبدا عالم في الدين تنجو. اي شو انت في اقارب فيش تقرا قران وتصلي زعما تتكلم بشويه في امور دينيه. هذه امور تخص مش المسؤول على روحه. شويه امور دينيه باهي صفات الموضوع. وي سوني جوست حاجه برك بشير انا نحترم فيك فنك حاجه برك. علاش تورط روحك في حكايه كيما هذيا؟ انت فنان ومغني ومشهور والناس يحبوك. خلي الامور هذيا بعيده عليك على خاطر كل ما تزيد معناها تقول حاجه اللي انت مقتنع بها وامورك وانت حر. هذه حريه شخصيه. ما تورطش روحك في مسائل تخلي تبعد الفنان على الناس وتخليك في ورطه انك تحاول تفهم ولا تقنع. عيش فنك. كلامك كله صحيح. أيوة اما تتحط في بلاتو يسألوك سؤال ويلزمك تجاوب على الحاجه اللي انت مقتنع بها. خلقنا ربي مش نقول كل واحد حر في حياته يعمل اللي يحب.